السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم سمير ويوسف من مزرعه السرجال. النهارده معاكم فيديو جديد عن القنفذ. ودلوقتي هقول لكم ايه الفرق بين القنفذ الزراعي والقنفذ الحبشي وايه فايدته للبيت. القنفذ بياكل تعابين وعارب وحشرات سامة. هو القنفذ حيوان بري ولا حيوان اليف؟ هو حيوان بري بس بعد التربيه يمكن ان يكون حيوان اليف. والقنفذ بياكل في البريه تعابين وحشرات سامه وعارب، وفي القصر بياكل دراي فود وكده افراخ وعيش ناشف. والناس ليه بتحب تربي القنفذ في البيت او الجاردن او الحديقه بتاعتهم او الفيلا؟ لان هو بياكل الافات الضاره او الحشرات السامه والعقارب والتعابين. القنفذ مش حيوان سام، بس لو انت اتكيت عليه هتبقى يوجعك. هو القنفذ فيه كام نوع؟ نوعين. ايه هم؟ حبشي والزراعي طويل الاذن. انثى القنفذ بتولد من 1 لـ 4. فتره الحمل 40 يوم. وايه هي انواع الخضروات الطازجه اللي بياكلها القنفذ؟ هي الطماطم والفاصوليا الخضراء والقرع المطبوخ. والانواع المجففه من الخضروات هي البطاطا والذره والجزر. والقنفذ بيشرب في طبق فخار. وانتظرونا فيديوهات جديده عن زواحف جديده وحيوانات جديده في مزرعه السرجاني. مع السلامه.